السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم قناة أحمد الداودي. إذا أعجبك الفيديو ادعمنا بالاشتراك ليصل لك كل خبر جديد ومميز. يوم أمس تم إعلان الأسماء والمراكز الامتحانية للطلبة الخارجين للصفوف المنتهية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، وتم إنزالها على المدونة الخاصة والتابعة لقناة أحمد الداودي. يمكنك الاطلاع عليها بالدخول على الرابط أسفل الفيديو. وقبل ما ندخل الرابط خلي نشوف شنو اللي منشور على المدونة. هنا المراكز الامتحانية طلب الخارجين للبنين والبنات للدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية للعام الدراسي 2019-2020. أول شيء الأسماء تابعة للكرخ الثانية، رابط أسماء ومراكز الدراسة الابتدائية يعني للسادس الابتدائي، هذا هو الرابط. ورابط أسماء مراكز الدراسة المتوسطة للثالث المتوسط، وهنا الرابط. وأيضا للدراسة الإعدادية للسادس الأدبي و الدراسة الإعدادية للعلم بفرعيه الأحيائي والتطبيقي. وهنا بعض الضوابط والشروط اللي عنت عليها بوقت وزارة التربية للاستفادة، نزلتها أيضا على المدونة اللي يحب اللي يطلع عليها. ونتمنى لكم الموفقية والنجاح، وشدوا حيلكم على الامتحانات التمهيدية. وبالنسبة اللي يريد الأسئلة الامتحانات التمهيدية للعامين السابقين والثلاثة أعوام السابقة بالنسبة للابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفرعيه العلمي والأدبي، موجود كل الفيديوهات للصفوف اللي ذكرتهن المنتهية موجودة على اليوتيوب بشكل فيديو للأسئلة للأعوام السابقة للامتحانات التمهيدية. اللي يريد الروابط للأسماء والمراكز الامتحانية قلت لكم موجود في أسفل الفيديو، ينقلكم إلى رابط المدونة موجود بها روابط الصفوف. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ثم الإعجاب بالفيديو.